عادا ذات مغزى كبير في هذا الميدان الإعلامي. إنها تعتبر السابقة الأولى في هذا النوع من الرسالة الإعلامية، ومن ثم فهي الإذاعة الأقدم على مستوى العالم بين إذاعات القرآن الكريم أو الإذاعات الدينية بشكل عام، كما تكشف عن الدور الحضاري والثقافي لمصر في محيطها العربي الإسلامي. لقد كان لقرار نشأتها ظروف وملابسات سبقته ودعت إلى اتخاذه، ففي أوائل الستينيات من القرن الماضي ظهرت طبعة مذهبة من المصحف رخيصة الثمن، ولكنها كانت تحمل في طياتها تحريفا في بعض آياته. بعد هذه الخطوة أصبحت الحاجة ماسة لجهد أو وسيلة ما لحفظ آيات القرآن الكريم، ومن هنا اتفقت وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية في ذلك التوقيت ممثلة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأزهر الشريف ممثلا في هيئة كبار العلماء في ذلك الوقت على تسجيل صوتي للمصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح بذلك أول جمع صوتي للقرآن الكريم بعد أول جمع كتابي للمصحف في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قامت الوزارة المسؤولة عن الإعلام وقتها ممثلة في وزارة الثقافة والإرشاد القومي، وافق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على بدء إرسال إذاعة القرآن الكريم، وبالفعل خرجت للنور في عام 1964. بالفعل نجحت المحاولة المصرية في الحفاظ على آيات المصحف الشريف وفي إخراج إذاعة على مستوى العالم لتقديم المصحف المرتل بهذه الصورة التي لا تزال تذاع حتى يومنا هذا. يذكر أنه منذ ذلك الوقت تولى رئاسة إذاعة القرآن الكريم 11 رئيسا، أولهم الشاعر محمود حسن إسماعيل، ومنهم سيدة واحدة هي الدكتورة هاجر سعد الدين، وهي السابعة في الترتيب لتصبح أول سيدة في منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم، والتي حصلت على جائزة الأمم المتحدة رسول السلام عام 1996 للدور الذي شاركت به في إعلاء شأن المرأة المصرية وتنمية ثقافتها. تاريخ طويل ومحترم لإذاعة القرآن الكريم، ارتبطنا بهذه الإذاعة مش بس المشاهد المصري لكن العربي العالم كله، ومن الأصوات اللي برضو يعني أكيد أي حد بنفتح ذات القرآن الكريم واحنا داخلين على رمضان، قبل الفطار، على مدار اليوم، اللي سايق عربيته، يعني إحنا كمصريين بنتونس وإحنا بنسمع القرآن الكريم وبنفهم طبعا وبنتعلم الكثير. معانا النهاردة في الحياة اليوم ومشرفانا رئيس إذاعة القرآن الكريم دكتورة هاجر سعد الدين، اللي برضو من الأصوات. كان دكتورة هاجر أول ما دخلت لا أنا مبسوطة إن أنا شفت حضرتك، لأنه إحنا بنسمع الدكتورة هاجر سعد الدين، يعني دي حاجة كده يعني مقصورة ومعروفة، وإحنا اتربينا وتعلمنا من خلال برامج حضرتك والمسيرة الطويلة والمهمة في إذاعة القرآن الكريم وقبله في البرنامج العام، والنهاردة بنتكلم طبعا عن رئاستك لهذه الإذاعة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبة في الأول بمناسبة شهر رمضان. أهلا بيكي وبالسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير وحضرتك بصحة وسلامة بإذن الله تعالى. دكتورة هاجر، وإحنا ساعات وهنستقبل الشهر الكريم إذاعة القرآن الكريم دايما معودانا على يعني استعداد خاصة لهذا الشهر ببرامج زي ما بقول كده، إحنا يعني الفتاوى، أحكام الدين بشكل عام. فقولي لي حضرتك بقى السنة دي إن شاء الله إيه اللي هيحصل، إيه الجديد اللي ممكن يتم؟ هو إن شاء الله طبعا أنا حاليا مش رئيسة شبكة، ولكن أعتقد يعني هم نازلين إن شاء الله ببرامج جديدة، بكل يوم للشيخ شعراوي طبعا حلقة خاصة عندنا خواطر الشيخ شعراوي. أنا هذيع برنامج اللي هو فقه المرأة في رمضان، هيذاع 12 و10 بالليل، هيعملوا مسلسل عن سفيان الثوري في إذاعة القرآن الكريم، ده بجانب البرامج اللي هي إن شاء الله بتتكلم عن تفسير القرآن وعن السنة النبوية المطهرة. نعم. دلوقتي المنافسة بقت شديدة. طبعا. ويعني طبعا إذاعة القرآن الكريم في حتة تانية لوحدها.
غير القنوات الفضائية، غير الإذاعات الخاصة، لكن برضو يعني إن أنا أقلب من محطة لمحطة وإن أنا أقدر أكون موجود، دي برضو محتاجة شغل من نوع تاني. ما هو زي ما بقول دايما، المهم مش الكم أو كم البرامج اللي بتقدم، ولكن كيفية البرامج اللي بتقدم. لازم إن هي تكون برامج بتشد المستمع، تكون لجميع السنين العمرية بالنسبة للمستمع، الأطفال، الشباب، الكبار السن، رجل الشارع، المثقف، يعني تكون نوعيات مختلفة حتى إن هي تشد باستمرار المستمع. لازم إذاعة القرآن الكريم تكون معتمدة على المتخصصين، لأن طبعا وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالفتاوى بتاعت إذاعة القرآن لابد إنها فعلا بيستضيفوا الناس المتخصصين حتى إن تكون الفتوى صحيحة وما فيهاش أي مشكلة. يعني في بعض ما ده موضوع فوضى الفتاوى، أيوة، وإن في قانون برضو يعني ينظم. لكن أعتقد إن إذاعة القرآن الكريم ملتزمة بهذا الموضوع إلى الآن. المستمع أو جمهور إذاعة القرآن الكريم، أي، اللي عنده ولاء لهذه الإذاعة والاتصالات كمان، واحنا بنتكلم على الفتاوى، هل ده برضو مرتبط بشخصية من يقوم بالإفتاء وأن يكون مؤهل، ولا مسألة برضو طبقا لطبيعة التساؤلات اللي بتيجي؟ يعني ساعات بنقول في حاجات ما هياش يعني ملحة ومهمة، في حاجات قشور كده، وفي ناس بتتصل بتبقى يعني ساعتها ممكن تدخلنا في حتة تانية. ما هو انت الحقيقة مهما كانت قشور انت ما تقدريش ان انت تتجاهليها، طالما مستمع واتصل فان دي اكيد الموضوع ده يهمه، مهم ليه، فلازم ان انت تجاوبيه، والا يعني هيروح لانصاف المتعلمين واللي هياخد منهم الفتوى اللي هي مش مظبوطة، فالمفروض ان احنا برضو نجاوبهم بجانب، يعني حتى لو كانت الفتوى او السؤال مش دسم، مقدم البرنامج ممكن ان هو يعطي له شيء من الدسامه في الرد بتاعه، يعني يجيبها يعني مكتمله فيقدر يدي معلومه مفيده يعني. طيب قولي لي دكتوره هاجر، في الظرف الاستثنائي اللي بتعيشه مصر، ايوه، وفي الإرهاب، وبنتكلم عن تجديد الخطاب الديني، وإذاعة القرآن الكريم اللي بسهولة هي واصلة في كل بيت، وممكن يكون يعني تقدر تخاطب يعني كل فئات، ممكن حد يكون مش قصة الدش وقناة، لكن بسهولة حتى هو بيشتغل أو في أي مكان فاتح جنبه إذاعة القرآن الكريم، فأنا أسهل إن أنا أوصل وأثر. دوركم إيه؟ هو طبعا إذاعة القرآن بتخاطب العقل، بتخاطب الوجدان، لها مستمعين طبعا نسبة الاستماع لها يعني فوق الخيال بالنسبة للمستمعين، لكن ما اقدرش اعول عليها كل المهام بالنسبة لتجديد الخطاب الديني زي ما بقول، ولكن طبعا هي تضافر جهود كتيرة، يعني مثلا لابد من المدرسة، يعني وضع الأم ده مهم جدا جدا، إن هي تربي أولادها بحيث إن هي تكون قدوة لهم، لأنها لو كانت قدوة هي هتوعيهم، هتعمل لهم وعي سياسي من صغرهم، فإنها دور الأم ده مهم جدا، دور المدرسة بعد كده، الجامع، الكنيسة، الإعلام، يعني الدراما، القوى الناعمة كلها، لابد كل ده من تضافر هذه الجهود كلها عشان تؤتي الأكل بتاعها. لأنك أنت تصوري مثلا أن إذاعة القرآن إحنا بنتكلم 24 ساعة برامج دينية، تيجي دراما في دقيقة واحدة ممكن تهدم اللي إحنا سمعناه على 24 ساعة ده، فلازم هي الحقيقة تضافر جهود كتيرة جدا جدا حتى أن إحنا نقدر نقاوم. بس أي في المنطقة الخاصة بإذاعة القرآن الكريم، أي، أني برضو أختار المضمون، الشيخ اللي طالع يتكلم، القضية اللي بيثيرها النهاردة، أيوة، نظرا للوضع اللي احنا فيه. ما هو احنا لازم نتكلم فقه الواقع، لازم، أيوة، قضية مثارة لازم نشرحها للمستمع ونبين يعني من منظور ديني، حتى ان هو يكون على وعي وعلى فهم بكل القضايا المطروحة على الساحة.
لازم في اذاعه القران لابد ان هي تعالج جميع القضايا، ما تاخدش قضيه واحده او قضيتين وتتكلم فيهم، واعتقد ان هي لها برامج ان هي بتتكلم في كل القضايا. يعني اعتقد انا الحقيقه مش مباشراها 24 ساعه زي ما كنت رئيسه الشبكه، لكن انا بسمع مقتطفات منها. يعني اعتقد انها يعني ان شاء الله ماشيه على الدرب باذن الله. ان شاء الله. طب اسمح لنا نكمل نقاشنا مع حضرتك بعد الفاصل، مستمرين مع حضرتك ان شاء الله. الإعلامية القديرة دكتورة هاجر سعد الدين مشرفانا النهاردة في الحياة اليوم، الرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم، ولسه في أجواء الشهر الكريم، وبرضه وإحنا بنتكلم على التحدي الأهم والأكبر اللي بيواجه مش بس الدولة المصرية لكن العالم كله، تحدي الإرهاب وإزاي أتعامل مع تجديد الخطاب الديني. وكنت بتناقش مع دكتورة هاجر قبل الفاصل عن دور القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم، بحكم إنها ليها من الأرضية والمصداقية وتمتلك من الأدوات الكثير. دكتورة هاجر مرحب حضرتك مرة تانية طبعا معايا. حضرتك قلتي لي الشق اللي يخص الإذاعة، لكن إنه الموضوع أكبر من إذاعة القرآن الكريم أو جهة لوحدها. بالظبط كده، لأن أنا دايما أقول لابد من تضافر جهود كتيرة جدا جدا مع بعض. يعني طبعا المؤسسات الدينية الداخلية في مصر مثلا لابد إن هي تكون على صلة ببعض، يكون في تنسيق وتناسق بينهم وبين بعض. يعني لازم إذاعة القرآن تكون على صلة بمشيخة الأزهر، تكون بدار الإفتاء، بوزارة الأوقاف، بمجمع البحوث الإسلامية، بهيئة كبار العلماء. يعني كل المؤسسات الدينية دي لازم يكون في تنسيق، لازم يكون في هدف محطوط قدامهم وان هم مشروع واحد ونوزع الأدوار لهذا الهدف. انت تعمل ايه؟ يوزعوا الأدوار بحيث يوصلوا للهدف. وياريت يكون في خطة مثلا قصيرة المدى، خطة بعيدة المدى، قصيرة المدى عملنا ايه؟ وصلنا لايه؟ لا دي ما جابتش نتيجة، لا دي جابت نتيجة، لا نصحح المسار كذا، حتى ان احنا نقدر فعلا نوصل للي احنا عايزينه. ده بالنسبة للمؤسسات الدينية داخل مصر. ايضا لابد ان يكون في اتصال وتنسيق ما بين المؤسسات الدينية في كل دولة من الدول مع بعضها. يعني أنا أكون على اتصال بالمؤسسات الدينية اللي في ماليزيا، اللي في السعودية، اللي في كل البلاد، بحيث إن احنا يبقى أيضا عندنا هدف إن احنا نوصل له. يعني الآن بيقولوا الإسلام المتطرف، هدف يعني يكون يعني يلصق التطرف بالإسلام، دي خطيرة جدا. ولكن التطرف ده هو للأسف هم من المسلمين وليس من الإسلام. فدي لازم احنا نوضح ده. لازم نحط في يعني نحط هدف وان احنا نقدر نوصل له. ايضا لابد مثلا ان يكون في بالنسبه لدول العالم الاسلامي لازم نوضع استراتيجيه اعلاميه ان احنا يعني ايضا لازم ايضا يكون في هدف انهم يوصلوا له. فيعني حضرتك كنت قبل ما نطلع على الهواء كنت بتكلمي على انه القصه مش قصه مؤتمرات وبس. لا طبعا، ولا توصيات بس، انا عايز ابص واشوف جمهوري بره. بالظبط، يعني انا طلبت من كذا مره ان فعلا المؤتمرات دي تكون في الخارج. يعني تصوري مثلا لما انا اتكلم على وضع المراه في الاسلام، طب ما انا عارفاه هنا في مصر، لكن انا لما اتكلموا في اي دوله من دول الغرب واوضح وضع الاسلام اعطى ايه للمراه، اعطاها ايه من الحقوق. قبل ما المراه الغربيه توصل لها كان الاسلام اعطاها هذه الحقوق من 1400 سنه. ادي امثله وادي قدوه، فدي طبعا هتجيب نتيجه. ابين ازاي مثلا امراه دخلت النار في هره مثلا ان هي عذبتها، لا اكلتها ولا سابتها تاكل،
خشاش الأرض. يعني نبين إزاي الإسلام مرهف الحس، وإزاي حساسيته، إزاي رجل الجنة عشان شرب كلب يعني، وإزاي بقى نقول إن هو متطرف أو إن هو إرهابي. لازم إن أوضح الصورة الحقيقية للإسلام. نوضح الصورة الحقيقية للإسلام. لابد إن احنا نوضحها، وده ما يتمش في الداخل، أنا ده في الخارج. لازم في الخارج. في الخارج، في المؤتمرات اللي في الخارج، في تعاون المؤسسات الإسلامية اللي على مستوى العالم الإسلامي، في المؤسسات الدينية ما بين الديانات والرسالات والرسالات الأخرى. وطبعا يعني أنا بشوف طبعا زيارة فضيلة الإمام للفاتيكان وزيارة بابا الفاتيكان لمصر، دي طبعا حاجات رائعة يعني إن شاء الله. بس احنا لسه ما استثمرناهاش. نعم، ما استثمرناهاش صح. ما ان شاء الله، ما انا بقول لك ان شاء الله تؤتي الثمار كويس باذن الله. فدي لابد انها يكون في خطه لازم. وبعدين يعني عارفه الاجتهاد مهم جدا في العصر اللي احنا عايشين فيه. يعني انت عارفه الامام الشافعي مثلا له فقه قديم وفقه جديد. الامام مالك كان الخليفة عايز يخلي اللي هو الموطأ ويفرضه على الناس. الإمام مالك قال له لأ، خلي كل واحد ياخد رأيه يعني الفقهاء. بس يا دكتورة هاجر، أنت دلوقتي قافلة أو خانقة مساحة الاجتهاد. يعني لما يطلع حد يتكلم عن التجديد أو عن تنقيد كتب التراث أو مراجعة ما تم، مراجعة ما يدرس، تلاقي فيه هجوم عنيف عليه. لا المفروض ما يبقاش فيه هجوم. أنا بقولك لازم يا لبنى أن يكون فيه خطة موجودة، خطة بعيدة المدى وخطة قصيرة المدى. أشوف أنا عملت إيه في المناهج، في التعليم، في القوى الناعمة. أنت بتبصي تلاقي التمثيليات والمسلسلات معظمها كلها شعوذة وجن وسحر وقتل ومسدسات. طب ازاي؟ وشرب شيشة وحاجات مش مظبوطة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام انك على خلق عظيم. وان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سيدة عائشة كان بتقول كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني احنا اهم حاجة هي الأخلاق. لازم أبني وجدان وشخصية الإنسان المصري عشان أقدر يعني أبنيها إزاي من صغره. ده من دور الأم والمدرسة بعد كده، وزي ما قلت الكنيسة، الجامع، التعليم، كله لازم تضافر جهود عشان أبني الشخصية. أنا بهدم الشخصية ببعض الحاجات اللي الواحد بيشوفها. لازم كلنا نتكاتل لبناء هذه الشخصية وإعادة بنائها من الصغر. نعم. أفلام الكرتون دي لابد إن هو الأطفال يشوفوها كلها قدوة. الكلمات والسباب اللي بيطلع في التلفزيون وفي الدراما وفي المسلسلات دي لابد إن هو ما يكونش موجود. صحيح. أهم حاجة إن أنا يعني عارفة هي عايزة قوة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال سيبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 عام، كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. إذن تجديد الخطاب الديني دي مش حاجة مستحدثة، ده الرسول عليه الصلاة والسلام قالها. مهم أن تكون لنا مرجعية دينية مظبوطة اللي هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. لكن إن هو دي بعد كده آراء الفقهاء لينا إن احنا ناخد بيها أو ما ناخدش بيها، وحسب الزمان وحسب المكان بنجدد هذه الآراء. الإمام الشافعي كان بيقول رأيي إن هو صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. نعم. إذن كلهم عارفين إن ممكن الآراء بتبقى صح والآراء بتبقى غلط، لكن أهم حاجة هي المرجعية. وبعدين الخطاب لازم، هي المشكلة مش في الخطاب الديني بس، ولكن المشكلة في فهم جوهر الدين. لازم إن أنا أفهم جوهر الدين صح عشان أقدر أخاطب بيه صح. الشاهد من كلام حضرتك وعبارة مهمة إنه المسألة محتاجة قوة.
طبعا. هزة. طبعا. ان يكون في إرادة حقيقية ونشتغل على ده، يكون مشروع متكامل، كل الجهات تكون حاضرة، ويكون في توزيع أدوار، يبقى عارفين هنعمل ايه وامتى ومين اللي هيقوم بده، علشان في الاخر نوصل للهدف اللي بنتكلم عليه، ما يكونش بس الكلام نظري. بالظبط. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا وبتمتعينا دائما. شكرا. بالصوت العذب الرقيق وكمان بالمضمون الاكثر من رائع. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة هاجر. شكرا ليكي وللسادة المشاهدين، كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير يا رب، كل سنه وحضرتك طيبه.